مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب. نور ستار شاركت هالتعليق اللي وصلها من شخص مجهول، كتب من خلاله: ما شاء الله صايرة مبدعة باليوتيوب، وأجابت بي: عمري. وشاركت صورة لمكالمة هاتفية دامت لأكثر من ساعة مع شخص سمته بماي لوف بهاتفها، وشاركت بعدها بثواني تعليق آخر مكتوب عليه: في مشاكل بينك وبين كريم؟ وأجابت نور ستارز بلا، وتعليق آخر مكتوب عليه: كريم وين مختفي؟ ما عم بتصوري معه؟ وأجابت بي: وينك مختفي؟ وحط التاج لكريم. أما غيث مروان فنشر مقطع من أغنية فنان السلاوي الجديدة اللي طرحها قبل ساعات قليلة، وكتب: واو. لا يرد السلاوي وينشر ستوري غيث ويعلق بي: غيثو. وبالحديث عن حسام السلاوي، فبفيديو جمعها مع صبا شمع على قناة صبا على يوتيوب كان للإجابة على أسئلة محرجة، أجابت قمر الطائي على سؤال كان: هل أنت والسلاوي بتحبوا بعض؟ وأجابت قمر بي: أكيد لا، هو مثل أخوي. هل أنت وسلاوي بتحبوا بعض أو في بينكم علاقة؟ الصراحة ولا شيء غير الصراحة هون. إذا صراحة 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 ابدا ما في شيء، بس بتسالي عن انا شوف شوف وانا بشوفه كاخ، ومستحيل يعني يكون بيننا شيء، مستحيل نحب بعض لانه ما في كثير. اما احمد النشيط فعم يستعد لاطلاق الحلقه الاولى من برنامجه الجديد، برنامج البحث عن الكنز مع اليوتيوبرز، حيث صورت الحلقه الاولى بفرنسا تحديدا بباريس، والحلقه راح تنزل بكره، حيث حيكون كل من غيث مروان واسامه مروه وبنين ستارز ونور ستارز وزياد ابو شعر كضيوف للحلقه الاولى. فكم نسبه حماسكم للحلقه وشو هي توقعاتكم بخصوص البرنامج الجديد؟ شاركوني رايكم تحت بخانه التعليقات. We'll be right back.